السلام عليكم ورحمة الله، كيف حالكم يا شباب؟ أهلا بكم يا جماعة الخير، الأسطورة اللي فتح قناة جديدة في اليوتيوب باللبس الجديد. ألف مبروك قناة جديدة، ألف مبروك 10,000 مشترك. اشتغلت أنا كمان. المهم يا جماعة، إبراهيم فتح قناة جديدة، ما نبغى منكم غير أنكم تروحون وتشتركون عنده. نبغى نوصله كذا 100,000 مشترك. مليون ألف مليون ألف الله يعطيكم ألف عافية على الدعم يا جماعة. في حاجة حلوة، أول شيء وجودهم، هذه الحاجة الحلوة صح؟ حنوقع مع منتخب، يا سلام. عندنا عرضين، عرض من السكوتش. أيوه. أنا أعتذر، أنا ما أتخلى لأنه أبغى أعطيه. أنت بتروح؟ روح، أنا بقعد. أنا أقول لك حاجة، صلي على النبي. اللهم صل وسلم. صلي على النبي أنت. نقدر نروح أنا وياه ونرجع عندي، نسوي الثنتين. ندرب المنتخب وندرب هنا؟ أيوه أقسم بالله. نقبل ولا لا؟ بسم الله. إن اللي قال إحنا ما نقبل. نقبل. بسم الله. دقيقة خلينا نشوف اللعيبة، خلينا نشوف. أيوه. يا سلام، فين فان دايك؟ رافين بيرج ما راح يلعب. كلب صار 87، يلعن ام القهر، يلعن ام القهر. ما راح تلعب. هذا اللي حيلعب. هذا والله لا تلعب. هذا اللعب هنا يمين، ابراهيم داخل عليه. والله اطول صفحه، والله اطول صفحه. قدرني. قدرني. علشان كذا قدرني. انه ما احترمك كمدرب. هو ما احترمنا كلنا. انا وياك. اقبل بس بشرط واحد. ايش؟ امشي مع غرفة تبديل ملابس. رافين بيرج. لا. قسما بالله. يا ولد تضربني ليش؟ روح هنا، تعال اقرا. ها يلعب اساسي؟ والله يلعب. ينالك بالطيب. نحطه مكانه وينالدو. عندنا احنا خيارات كثير، عندنا فاندي بيك، عندنا وينالدو، عندنا دي جون. المهاجم شوف ملن. ملن احتياط. والله هذا 30. قول ايش رايك نروح اختيار تشكيلة المنتخب؟ نشوف اللاعب لاعب من هنا. هنا هذا ضعيف. عندنا مرحبا معاكم احمد من المستقبل. ابراهيم واحمد اللي في الماضي الاغبياء لو فكروا انهم يشترون من متجر احمد شو لبيع الكوينز الاسرع الافضل الاضمن مع كود الخصم كان الان قدروا يشترون الدون ومبابي وميسي وابوهم كمان. ما يفكر، ما ادري شلون فاتتهم والله. فيرمان ولانك، انا اشوف انه مبدل الجناح بجناح. ستينجز ابو كلب. 82 خلينا نختار. يلا يلا بس لانك رجال ناجودي ال دبليو ممتاز صدق. انا صراحه مره متحمس. حتى جرافنبرج يقدر يشرح لهم التكتيكات حقتنا. ايوه بالضبط، قد فاهم الولد. انا حابه ترى كثير يعني. الله رقصت قبل شويه قسم. ما معي مدرب فزع. قال لك تعال بالطيب. تتذكر باكيتا مدرب الاتحاد كان يزعلي ترى ذا الطفل اللي انت ما انت رجال. ما ادخل نفسي بمهاترات مع اللاعبين. طولك وحجمك وعرضك فايته. معليش. ولا دقيقه، هذه وش؟ اه تصفيات كاس العالم. الان راح ننهي الموسم يا جماعه، ودي نتعاقد مع كريستيانو، ميسي، مبابي، نيمار، اي لاعب سوبر. دعوه لبطوله تحضيريه للموسم، نبغى الدراهم حنا. والله نبغى الدراهم. اي والله. بس شوف ال 750 هذه بشتري فيها سياره. جيبها بعدين نتفاهم. ايوه. الان لازم نعدل الطقم يا ابراهيم. هذا توكل على الله. تمام كذا. الطقم الثاني اللي ما قد استعملناه. تمام كذا خلاص. تبغى نغير الملعب، نشتري ملعب جديد. خشم بالريال عرض علي ميزانية ملعب. ترى خشم بالريال يقول انه ممكن يلعب ولده. بالله حتى انا سمعت هالكلام ذا. وسطات وما وسطات ما عندي الموضوع عندي مرة. خلاص كذا امورنا طيبة. كافؤونا الرياجيل بمبلغ 100 وحاجة، واحنا اصلا عندنا مبلغ بسيط كذا على جنب بسبب وصولنا للمركز الثاني في البريمير ليج. تقييم حقنا 81 صار. ايوه هذا بناء على الاشياء. عموما اسمع، ايش رايك في كريستيانو ميسي؟ والله خلاص وقتهم. خلاص الان احنا نادي عالمي، اللي ما يجينا خسران. بسم الله الرحمن الرحيم نبتدي. تدري اقسم بالله لنسافر الان باريس ونتفاهم معاهم. شوف شوف يا خليفي، ناصر ناصر خليفي، تعال تعال يا فلوس يا مبابي يا اكسكيوز مي كول اسمها اسمها منامي. تدمر منامي 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 منامي. طلع ناصر، طلع ناصر. والله ما ابغى بس تعال 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 والله لا أروح عند ملعب. المشكلة دوبي جاي من السفر، والله ما فيني ارجع. ابراهيم هلا هلا. اسمع ترى نقدر نتعاقد معه. فك البلوك ولا باقي يسوي اتصال غني؟ اي والله فك البلوك. نوقع معه نرجع مرة ثانية. مسكين بدون نادي. حي الله الاستاذ الفاضل، جابتك الدنيا. يا الحلا. على كيفنا، احنا نلعبك على كيفنا. كم نعطيك؟ سنة. نعطيك سنة. اي سنة. خلاص اوكي وافق. حلو، ما يبغى شرط جزائي، يبغى راتب 71 هنا من 400 ولا يشدها. عرض مضاد 65، مصرين على 71 ولا ياخذ 400. يلا يا حبيبي يلا. ايوه تتأدب وتصير رجال. فكر في اللي افكر فيه. لا والله ما افكر. جه
خربتك الدنيا. ايوه استرجل بلا بلا راتب بلا كلام فاضي. الان خط الدفاع عندنا كلهم سوبر، وولكر سوبر، عطال يعتبر سوبر. ما ادري هل انت حاسس انه هذا اللاعب سوبر؟ انا ماني مقتنع فيه، والرجال منضبط تمارين، منضبط في كل حاجه، ربي دقنه ولو ماشي على السنه. بيض الله وجهك، وجهك ابيض. ما هو انت يا حمار دعوه يعني ما استاهلها؟ ما تستاهلها لانك ما سويت زي ما يطلع لي يا اخي. اسمع، ولد عمي كلمني قال وقع معنا ابراهيم. مين حسن؟ حسن عطيه. هذا ولد عمك العمري؟ بالله راعي دين وصلاه وبرب والديه، ترى كلمني قال ابراهيم لازم توقع معنا. قول 167 هذا اطول واحد في القبيله. ها كل ما اشوف ميزانيتنا نفسيتي تنفتح. ايش رايك ناخذ الفلوس ذي؟ لا انا ابو الكوره يا شيخ. والله فكره ناخذ لنا شهر في المالديف. انا افكر اشتري 30 راس غنم وابيع الحليب حقه. انا افكر افتح مصنع حليب. والله يا جماعه الخير ما في بالنا ولا لاعب. نحن نشعر بكثير من الحماس لبقائك معنا لموسم اخر بناء على الاداء الذي قدمته في الموسم الماضي. قرر مجلس الاداره ان يزيد ميزانيه الانتقال. اها هم اعطونا الفلوس توم يرسلون رساله. عندنا اربع لاعبين، سون، بول بوجبا، رونو فرنانج، ديبالا، والعمري. شكله غلط زي الصوره هذيك المهرج اللي بابل الجنوب. حسن والله لاعبك اساسا نعرفكو يعني نسوي خوي كمان. يا الله يا الميانة. نشوف اول شيء ديبالا يا شيخ، دز امه يا شيخ. نشوف برونو كلت يا شيخ، دز امه بقبة يا شيخ، دز امه سن، دز امه العمري. طب صلاح اخر العرب يا خاسي. وين يبغاه؟ وين يلعب؟ ليه يا مسلم؟ والله والله وافق لانه تحت 85 يا مسلم. بعدلهم بلعب لا يا شيخ، عمي تضحك عليه هو اهبل. نعطيهم بير 13 مليون. يلا بكل تاكيد يمكننا نتفق على مبادره محرز مقابل بير. طلبوا 29. انت متاكد انه احنا راح نتخلى عن لاعب وسط مهم عندنا بير ماله بديل بمحرز عندنا 600 جناح مكانه، ولاعب عمره 32 سنه بنبدله بلاعب صغير ما تجاوز ال 22 سنه؟ هل هذا تصرف كويس ولا بس عشان ناخذ اسم دون مبادره؟ اعطيه مودريتش، نعطيه 40، كمان ناخذه ناخذه 66. هذه قيمته تماما. توكل على الله، انهاء. يلا يا حبيبي دزومه دزومه. يلا احنا منبوذين، حتى من عمك صرفنا. قلت 87 اطور، كل الناس تطوروا واحنا جالسين. ها شوف ابراهيم يا عمي، ايش هذا يا عمي؟ اقسم بالله نهنى بما فيه الكفايه. انا عندي اقتراح، نخلي المتابعين هم اللي يختاروا. اكيد المتابعين الحلقه الجايه حيكتبون لاعبين اقل من 85، هذه قطعه. لكن الان احنا لازم نتعاقد مع لاعب. مين هذا اللاعب؟ حكومه. الحكومه افضل لاعب في العالم بس حندفع عليه مبلغ. شوف انا ما حاط 42، حدي 30 مع مبادره لاعب. رجع له مودريتش تفهم، ادفع شط اللي زاهي. لا وين 133 مليون؟ يلا يلا اول شيء حط لهم مودريتش. ما عجبهم مودريتش، ايش رايك نعطيهم كوبيل؟ نوفر لانه حارس مقابل كذا، مقابل مكان. يلا يلا شوف، ما يبغونه. الله يقطع ذا الشايب الخبيث. طيب لازم نعطيهم لاعب ومبلغ صح؟ طيب ايش رايك نعطيهم بينو ومبلغ؟ مو هو مقتنع الا يبغى الدراهم. ابراهيم 46 مليون. فك الشنطه ابراهيم، فكر فيها. لاعب سرعته 60 حيلعب. انا عندي فكره، دائما الجا للامور هذه اذا توقعنا في مشكله. ايش رايك يا ابراهيم نخلي الدوامه هي اللي تحدد، نتعاقد مع الحكومه ولا ما نتعاقد؟ من مره واحده ولا من مرتين؟ من ثلاث مرات، اللي تيجي ثنتين خلاص. يلا بسم الله. اوكي تعاقد مع الحكومه. الفره الاولى، الفره الثانيه، بسم الله. لا الحاسب الفاصلة. هل الحكومه بينور ولا لا؟ لا خلاص ما لنا في نصيب ولا في خلاص. دوامة الحظ هي اللي قررت انهاء التفاوض. يلا الشايب توكل على الله بس، توكل على الله. والله الحمد لله انه الدوامة قررت عننا صراحة. والله سانت ماكسيما صدقني، انا اقول لك جيسوس. جيسوس ما حيوافق، قلت لك ما حيوافق لانه 86. يعني سانتي ماكسيما توكل على الله. الان عندنا اربع اجنحة، ديمبلي، فاتي، مارتينيز، سانتي ماكسيما. اصابات فاتي كثير، سوبر عندك اثنين بس، لازم يكون عندك ثلاثة سوبر تستفيد منه كمان. ايش قلبتهم فلسفة؟ خلاص يا عم. لا 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 نعطيه 58، يبون 91. انت متاكد؟ مره كثير. ننزل ل 71، صامل نرفع الان شوي شوي. 74، انا اشوف له ريقو الشايب ترى مو فاضي. 91، يلا خذ 79 يا شيخ وربي ما يمشي. ثق فيني ابراهيم، مره واحده بس اذا ما وافق 82 نمشي. يقولوا بياخذون وقت ويفكرون ويردون علينا. ما وافق ابراهيم، والله مره يدز امه. وفزنا 2-1. تم الاهتمام باللاعب رافا، ردوا علينا يقولوا ما قبلوا. يا تعطونا 91 يا لا. وفي عرض انتقال لمودريتش 9 مليون من فالنسيا. ابرك السعاد. اي والله الموقف حقه ترى باخذ الليرس الحمراء هذيك لازم. مضايقتنا يا شيخ. لا والمشكله في ناس ياخذون موقف يوقف لك ورا السياره. ليش يا مودريتش توقف ورا الناس؟ يقول لانه سيارته صغيره. هذا حصل؟ حصل. وليش ما علمتني وقتها؟ ايش بتسوي له؟ بس هذا قصير يعني اقدر. قصير هذا اطول منك ب 13 سنتي. اوف ترى مدوس صار بدون نادي. عجيب والله يا اخي، احنا موقعين معاه.
يس 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 تأهلنا يا جماعة. جوست جوست لا لا ها شو اللي تمت الموافقة؟ من اللي وافق؟ كيف وافق؟ شلون؟ تم دفع الشرط الجزائي؟ وربي ما يروح يبغى راتب عالي ومكافأة هيا اجلس انثبر الله لا يبارك فيك قليل ادب صراحة ما عصرت اثق فيك يا شيخ انا حتى ما عصرت اثق فيك انت فجأة بيوقعون معاك وبتمشي ودقينا برشلونة فوضات مع سانتي ماكسيم يس فزنا ليتس جو حنلعب النهائي ضد برشلونة يا جماعة الخير واذا فزنا راح ناخذ تقريبا 16 مليون والادارة حتاخذ لها كم مليون كذا مشينا بسم الله يا ابراهيم 750 الف هذه لك 15 مليون لميزانية النادي تبي نفرط في مبلغ زي كذا طبعا لا صح يا ريولا ابراهيم تذكر 750 لك يعني بغير الكوريلا حقتي غيروه اشتري معرض كوريلا ايوه ايوه اخلص لا اله الا الله محمد رسول الله ولا حول ولا قوه الا بالله رقص علينا رقص علينا ليفاندوفسكي جابوه من جد برشلونه من جد الله يستر الله يستر خش عليه بلاعب وسط لا يلا بلدي بلدي Let's go! 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 Yes! 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 يا أخي يا ولد احتفلنا بالمباراة دي كأنه من بريمير ليج. أولي 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 شامبيوني شامبيوني أولي 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 مرجلة فزنا بال 15 مليون اضافونا 6 مليون كمان اعطونا 4 انزافنا فين الفلوس؟ ايش اللي 4 مليون؟ كانت 287 مليون شوف كم دحين فلوس حق لا عشو ايوه الكلام هذا ما نقبل فيه هذا جيب فلوس فلوس, فلوس ايش؟ اي فلوس؟ مو قلت انت اذا فزنا تعطيني 700 الف؟ انا قلت توك قايلها انا قلت تشحدني اشحدك ايش؟ ما قلت اصلا لا دقيقة انا قلت بعطيك فلوس متوش يقول؟ لا تمد علي اصبعك زي كذا ايوه رب الكعبة اللي تجيب ربي ما تاخذ والله ما تاخذ والله ما تعال اجلس تعال تعطيني فلوسي ولا لا؟ طلع النبي تدين فلوسي ولا لا فلوس ترى في حسابك من اول ايش اطقطق معاه الله يهديك اجلس اجلس الله يصلحك قاعد بمزح معاك الله يصلحك يلا الرجال وقع مع لعيب وحنا جالسين والله العظيم قلت حي يا جماعه عندنا 300 مليون يا ربي هذول ايش يبغون من الرجال ها جسي يا عمي ايش فيه ليش مليونين اه معطين لاعب مره امكانياته سيئه طيب ايش رايك نسوي التفاوض ممكن ناخذ من عندهم لاعب مفيد قلوب ما عندنا احمد مش جست مين يبدال قلوب نشوف عرض لاعب مبادله اخر عندهم كيسيه ها كيسيه كيف يلا خلينا نشوف كيسيه يلا ولا ما عندكم نيه غير ممكنة نعم يا روح بالله جيب لاعب بس نحاول نتعاقد معه لاعب كويس لاعب يلا سانت ماكسيمن متأكد خلاص اعطيهم 80 مليون يبغون بير وبينقصون في القيمة ما عنده احتياط مين يعطيهم شيء ما نبغاه عندنا بينو تبغى بينو خذ بينو ويبون يوافقون على بينو و60 والله مره فرق حلوه صح والله مره حلوه 30 مليون نقصون في الصفقه ايوه 38 مليون الله وربي ربحنا والله وربي ربحنا يلا حيهم يبغى لاعب هام 4 سنوات تجاهل عرش اذا حطينا اكس على الشرط الجزائي ما حد يقدر يشتري شيء 81 مليون يستاهل ابو ماكس بدينا في المجاملات من عمي طيب يلا خلينا نشوف ايش يبغى خلاص نعطي الراتب يبغى سالم رجع النادي الان باقي لنا الله يسلمكم 246 مليون نبغى اقتراحات لعيبه 85 وتحت يعني حتى اللاعب اسمه كلب ابن كلاب اقترحوا ونشتريه نحتاج لاعبين نبغى نسوي تشكيله احتياطيه ممتازه شكرا على مشاهده هذا الفيديو لا تنسون تتابعون ابراهيم على قناته في اليوتيوب القناه الجديده اذا ما تابعتوني ترى ما عاد بطلع في الكريم فن جوال والله خلاص والله خلاص فن جوال فن جوال بسرعه جيب جوال والله هلا ابو الجوهره كيف حالك طيب في عرض مساعد مدرب تقبل